Les enfants ont une terrasse pour nous aider à ça et les études d'université en rapport avec la connaissance de Dieu et la connaissance de sa création. الجزائر كما لا يخفى عليكم نجحت إلى حد بعيد في دحر ودفع هذا الكابوس الموسوم بالتطرف العنيف. ولذلك يعني أعيد فأقول نحن في مرحلة مفصلية من تاريخ رابطة علماء وأئمة ودعاة بلدان الساحل، لأننا دخلنا بهذه الورشة في عالم التنظير وفي عالم الجدل القائم حول كل هذه المفاهيم. نحن الآن في حالة تهذيب كل هذه المفاهيم لأننا نعمل على مستويين، مستوى النظرة الشاملة الإقليمية، ثم بالنسبة لكل دولة من دول الرابطة نظرة محلية تعنى بخصوصيات البلد. جميعاً هم واحد وهو إصلاح الأوضاع الداكنة والفخ الذي وقع في بعض أفراد